هذا التعاون المشترك بين رابطة العالم الإسلامي وجامعة السلام التابعة للأمم المتحدة، تفاصيله في التقرير التالي، نشاهد ونعود. في مشاركة تضامنية فريدة أصدرت رابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع جامعة السلام بهيئة الأمم المتحدة عملاً علمياً متميزاً يحفل بالأفكار والمبادرات لتعزيز التواصل الحضاري بين الشرق والغرب ودعم الصداقة والتفاهم بين الأمم والشعوب. الموسوعة العلمية جرى العمل على إعدادها عاماً كاملاً، وشارك فيها كبار الشخصيات الدينية والفكرية والسياسية والأممية على صعيد واحد نحو الهدف المشترك. اعتنت هذه الموسوعة بتقارب وجهات النظر بين الشرق والغرب من خلال عدد من الملفات الساخنة والمهمة لتكون نواة إسلامية وأممية تعيد بالخير لمصلحة السلام في عالمنا والوئام بين مجتمعاتنا. رسخت الموسوعة مفاهيم محورية متباينة في تنوعها وتعددها، وأبانت عما يجب فعله حول جملة من القضايا الشائكة والعالقة. وفي أواخر عام 2020 للميلاد انعقد الاجتماع الحضوري الواسع لرموز هذا العمل القيم المشترك من أجل مواصلة المبادرات التي اشتملت عليها الموسوعة حول العالم، والتي رحبت بها قيادات ذات تأثير على مختلف توجهاتها ومسؤولياتها. His Excellency Sheikh Dr. Alisa was welcoming us today, and we had a very. معالي الشيخ الدكتور العيسى رحب بنا كثيرا، وكان لدينا وقت جيد لنتناقش معا، وأعتقد أنه كان ملهما جدا في ملاحظاته، وأعتقد أنه شخص يريد أن يساعد للوصول إلى فهم أفضل بين الشرق والغرب وبين العالم الإسلامي والعالم الغربي، وهو على المستوى الشخصي ملهم جداً ومساند وداعم جداً لهذا الحوار البناء. لذلك نحن سعداء جداً ونرغب بالاستمرار بهذا التعاون المشترك، ونشكره حقاً على كل هذا الدعم لتلك المبادرات التي نحن في أمس الحاجة لها في وقت يعاني فيه الجميع من قلة التعاون المشترك وعدم تطبيق القواعد الدولية. نحن بحاجة إلى إعادة بناء النظام العالمي، وبحاجة إلى الدفع لمزيد من التعاون المشترك أو أي نوع من المبادرات التي تجمع الناس والمجتمعات وجميع الأديان معا، ونحن في أمس الحاجة لتلك المبادرات. ومرة أخرى، فإن الدكتور العيسى هو من هؤلاء الأشخاص الذين لديهم القدرة على تحقيق تلك الأهداف المرجوة. ومن ركائز المبادرات في الأجواء الأممية وبحضور رئيسة البرلمان السويسري وعدد من القيادات العالمية حول العالم، ومن منصة هيئة الأمم المتحدة في جنيف، أطلقت رابطة العالم الإسلامي 28 مبادرة لتحصين الشباب ضد أفكار التطرف والعنف، ولا تزال تعمل على تفعيلها مع شركائها. إذن شاهدنا تفاصيل هذه الشراكة والتعاون بين الرابطة وأيضا جامعة السلام. دكتور، هذا التعاون مثمر حقيقة، يؤكد على أهمية العمل العلمي والمشترك العلمي بين المنظمات الدولية. ماذا يمكن نتحدث عن في هذا التعاون؟ طبعا هذا الكتاب يعتبر مهم للغاية، ويعكس مستوى الحفاوة الأممية وفي بعدها الأكاديمي بالدور الكبير والبارز الذي تقوم به بحمد الله رابطة العالم الإسلامي حول العالم، وخاصة أنها تمثل بحسب نظامها الأساس مظلة للشعوب الإسلامية، وتحتضن علماء ومفكري الأمة الإسلامية، ولديها مجامع ومجالس وهيئات عالمية مهمة ومؤثرة حول العالم، وقدر هذا التأثير أيضا من قبل هيئات ومؤسسات عالمية حكومية وأهلية. نعم.